ملتقى قومي وأعرض موقفكم والتزموا بما يقرره المجتمع. إن الحكومة تعلم أن هذا الإجراء مرفوض وسوف تعارض القاعدة الشعبية الأكبر في السودان له. نحن نعارضه ونلتزم بوسائل مدنية خالية من العنف كما سيعارضه آخرون. نداؤنا أن تلتزم بالمعارضة السلمية وللسلطات أن تلتزم بحرية الرأي، أن تحترم حرية الرأي المعارض، ولكن ولكل أجهزة الأمن أن تتجنب العنف في وجه التعبير السلمي المدني. وفي السياق قال رئيس حزب الأمة القومي